كابتن طارق سليمان، طبعا مدرب حراس مرمى النادي طبعا. الاهلي السابق. كابتن طارق، ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ الله يخليك يا كابتن طارق، اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ تمام الحمد لله. والله عامل ايه في زمن الكورونا؟ والله خلاص معسكرين في البيت. انا اسلم بس على كابتن سامي انطار. الله يخليك يا كابتن، عامل ايه يا طارق؟ الحمد لله يا طارق، انت عامل ايه؟ تمام والله الحمد لله. الحمد لله يا كابتن. عامل ايه يا كابتن طارق في زمن الكورونا بعد ما سلمت على الكابتن طارق بقى مع كابتن سامي؟ والله يا كابتن اسلام قاعدين، يعني خلاص بقى احنا قاعدين في البيت بقى لنا فتره، بقى لنا اسبوع دلوقتي. بنتنا بقى ثانويه عامه السنه دي، فمركزين معاها يعني. كويس، بتذاكر ثانويه عامه السنه دي؟ عندي بنتي ثانويه عامه السنه دي، فيعني اكيد بتذاكر لها انجليزي كلنا يعني، بس بنحاول نوفر لها جو كويس في المذاكره طبعا، حتى بنشوف بقى الراحه. مش عارف بقى، كان هي طبعا الفترة اللي فاتت دي كان بيروحوا السناتر، انت عارف الفترة دي خلاص بقى مفيش البيت بقى خاطرها يعني، كده كده عشان بنعسكر في البيت عشان الكورونا يعني. ايوه ربنا يا رب يسلم ان شاء الله يا رب، يعدي يعني الفترة دي على خير ان شاء الله، بس اهم حاجة نلتزم بس يعني عشان ان شاء الله الفترة ما تطولش يعني. يا رب ان شاء الله. يعني كان بيعلمها انجليزي يا كابتن سامي؟ مميز ما شاء الله. ها؟ مميز طبعا. يعني طبعا كابتن سامي بيقول لك انت تعلمها انجليزي عشان انت مميز في الانجليزي. هو اللي كان بيترجم على طول للراجل. انجليزي انا موجود، ما يعني ما اي وقت عايز انجليزي انا موجود يعني. مامتها مدرسه انجليزي اصلا يعني. كمان؟ ربنا يخليها لك يا كابتن طارق. كابتن طارق، يعني النهارده ضيفنا كابتن سامي قمصان، تعاملتوا مع بعض فترات طويله، يعني اهم ما يميز سامي قمصان خلال الفتره اللي تعاملتوا فيها مع بعض. والله يا كابتن اسلام انت معاك حد محترم قوي قوي قوي. شخصيه جميله، شخص صراحه يعني انا سعيد جدا جدا. انا طبعا اعرف سامي من فتره منتخب الاولمبي، بيتكلموا دلوقتي على طبعا وعلى كرول، فسامي يعني على المستوى يعني بعيد بقى عن الكوره وبعيد عن مجال الكوره، شخص نقي وشخص محترم جدا وصاحب صحبه قوي، ويعني بمعنى الكلمه جدع يعني، حد جدع وحد راجل قوي يعني. يعني انا قربت منه قوي الفتره اللي اشتغلنا فيها مع بعض مع النادي الاهلي، حوالي 10 شهور او اقل يعني، 10 شهور يعني. شاطر قوي بقى كمان على المستوى المهني، شاطر قوي وبيركز قوي في شغله وبيحب شغله قوي وبيحضر كويس جدا جدا، وبعدين عينه كويسه قوي قوي، سواء بقى على بشكل عام على اللعيبه لو بيقيم لعيب، او حتى كمان بقى في خلال 90 دقيقه كمان. يعني بيبقى مركز قوي اثناء ال 90 دقيقة، وبيبقى دايما محضر يعني. لو كابتن محمد يوسف كان موجود فترة مدير فني، كان يعني دايما لما يجي يسأل على الدكة او يجي يعني، بص تلاقي كابتن سامي على طول سريع جدا في رده، ليه؟ بيبقى محضر كويس قوي. بيذاكر كويس قوي. حتى ده كمان مع الراجل مع لاسات لما كان موجود. انا بقولش والله الكلام ده مش مجاملة لساني يعني. يعني ما شاء الله شاطر يعني، شاطر في بيحب شغله قوي، وهو بالنسبه له هي الكوره دي حياته يعني. خلال الفتره طبعا اللي اتعاملت معاه فيها في النادي الاهلي، انا بقول ان كل الحاجات اللي بقولها لسامي دي موجوده في سامي، والله مش مجامله لسامي، او انا بعمل مداخله دلوقتي عشان سامي معاه بقول الكلام ده يعني. اهم المواقف اللي عدت عليكم يا كابتن طارق، موقف صعب او حلوه يعني؟ والله بص يا كابتن اسلام، انت عارف الفتره اللي احنا جينا فيها، انا لما انا جيت طبعا مشيت مع كابتن حسام ورجعت تاني في ظروف صعبه قوي طبعا، كان في خروج من البطوله الافريقيه، وكان البطوله العربيه كمان ما وفقناش فيها، فانا جيت في ظروف صعبه قوي وعشنا فتره مع بعض صعبه جدا جدا، ختمناها بالدوري العام. فالظروف الصعبه مرت علينا كتير السنه اللي فاتت، والظروف الحلوه بقى كان نفوز ببطوله الدوري يعني، كنا مكملين كده على اعصابنا لحد ما احنا كنا متاخرين قوي في الدوري انت عارف. كان فرق كبير جدا بيننا وبين الزمالك، متاخرين بماتشات كتير، متاخرين كمان بنقط، فانت عارف دي ضغوط عليك. ايوه فضلنا ماشيين كده كمان لحد ربنا اكرمنا مع كابتن محمد يوسف، وكسبنا شهر 12 ده كله الحمد لله، عدينا فيها يعني ماتشات كويسه قوي وماتشات صعبه، لحد كمان ما جه الخواجه لفارسي، وبعدين كمان كملنا معاه لحد ما جينا في الاخر وخدمنا الدوري طبعا في مباراه المقاولين، كسبناها 3-1. ايوه فدي بالنسبه لنا كانت فرحه كبيره جدا، لان الدوري ده كان قدام، انت عارف الدوري ده بالذات كان له ظروف خاصه، وكان في يعني العمليه كان بالنسبه لنا دوري صعب قوي، من اصعب الدوريات اللي مرت على النادي الاهلي. طبعا، ومن احلى الدوريات خلي بالك كمان. طبعا طبعا، انا خدت في النادي الاهلي 5 دوري.
انا بعتبر الدوري ده من اصعب من احسن من احلى دوري انا خدته مع النادي الاهلي في الخمسه دوري اللي الواحد خده مع النادي الاهلي يعني الفتره اللي الواحد كان موجود فيها. ايوه دوري صعب وعشنا فيها ايام حلوه طبعا مع كابتن تاني وكابتن محمد يوسف وكابتن سعد عبد الحفيظ والجهاز كله يعني عشان ما ننساش حد يعني كابتن طبعا حسين عبد الدايم احمال والناس كلها اللي كانت موجوده يعني واتمنى ان شاء الله باذن الله يعني الاهلي بقى برضه يعني ان شاء الله زي ما هو ماشي كده بشكل كويس يكمل ان شاء الله يا رب والظروف ان شاء الله تبقى افضل الفتره اللي جايه باذن الله. تمام عايز تقول له حاجه يا كابتن سامي؟ طبعا بشكره طبعا يعني على الكلام دوت يعني ممكن كابتن طارق من يعني انا اعرفه طبعا 95 طبعا هو كان معانا في المنتخب من من نجوم الفرقه يعني يمكن حصل له اصابه كبيره قبل ما نسافر يعني وانا بقول وبرده بشكره طبعا على كلامه وبقول ان هو واحد من المدربين المميزين جدا في مجال حراسه المرمى مجتهد جدا مخلص جدا بيحب شغله جدا ان كان هو بيقول عليا مثلا انا يعني جدع هو اكتر مني جدعان واكتر مني شهامه واتمنى له ان شاء الله التوفيق اتمنى له ان شاء الله يرجع تاني من النادي الاهلي اقوى وياخد حقه في منتخب مصر والنادي الاهلي تاني ان شاء الله ان شاء الله. انا بشكرك شكرا جزيلا يا كابتن طارق.